البيتكوين حرب شرسة، أغلقت كل صفقاتي الآن. اتجاه القادم للبيتكوين، ما مصير سوق الكريبتو وتحركات عملة الريبل والحركة الضخمة اللي حصلت؟ شباب، هي أرباحي من قناة التليجرام. إذا حابب تحصل على أهم الصفقات الناجحة بسوق الكريبتو، اعمل لايك واشتراك وانضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. أما صديقي عن صفقات الفوركس، حابب أخبرك يا صديقي عن أفضل منصة بسوق الفوركس اللي ممكن أنت تستفيد منها باللغة العربية، سهلة الاستخدام، أيضا بتحصل على تخفيضات ما يقارب $1,000، وأهم الميزات صفقاتنا المجانية. فقط رابط المنصة بأسفل الفيديو، اعمل حساب وراسلني لأضيفك بشكل مجاني. البيتكوين شباب على فريم اليوم لحد الآن بنية تصحيحية. منطقة التلاعب شباب الحالية الحاصة بسوق الكريبتو من منطقة 45,000 إلى منطقة 53,000. هاي المنطقة تعتبر قمة أسبوعية، أيضا منطقة تلاعب. ممكن نشوف البيتكوين يمشي بشكل عرضي بالتصحيح موازي لهذا التصحيح قبل ما نشوف حركة كبيرة بالبيتكوين. سؤال مهم شباب عمال بينطرح علينا كتير، بعض العملات البديلة ارتفعت وبعض العملات ما حققت ارتفاع. اللي عمال بيحصل الآن شباب، حاليا موجود عنا أكثر من 2 مليون عملة رقمية. بالمول ماركت السابق كان عدد العملات البديلة ما بيتجاوز 10,000 عملة. يعني صديقي القيمة السوقية موزعة على 10,000 عملة. أما هاي السنة مختلفة، القيمة السوقية موزعة على 2 مليون عملة، وهذا هو السبب بعدم ارتفاع العملات البديلة. معا نشوف عملات ترتفع وعملات تانية متفاوتة بالارتفاع. لكن اكبر خطأ انت ممكن ترتكبه هو التنقل بين العملات. ممكن العملة انت تبيعها وتنتقل لغيرها تعمل ارباح بعد فترة قصيرة. اما شباب البيتكوين الان حجم مراكز العقود الاجلة الان بارتفاع كبير. ارتفاع العقود الاجلة في البيتكوين في عام 2024 وصلنا الى 23 مليار دولار، اغلبها شورت. في عام 2021 في بداية البير ماركت وقبل الهبوط بقليل كان حجم العقود الاجلة 26 مليار. يعني في الغالب كسرت العقود الاجلة، يعني نذير للانخفاض. لكن ما ممكن نشوف انخفاض مثل السابق، لأن هالسنة مختلفة. هالسنة في صناديق الـ ETF. ممكن نشوف تصحيح البيتكوين 10 أو 20% كحد أقصى. أما شباب عن صفقة المضاربة، أنا منتظر البيتكوين بمناطق الـ 48,500 حتى أخذ من هالمنطقة صفقة ممتازة. هدفي فيها مناطق الـ 55,000. شباب أنا استراتيجيتي بالقناة ما عندي مشكلة إذا انتظرت بمقابل أحصل على صفقة ممتازة. أما شباب عن عملة الريبل وعن انهيار السعر أسفل الـ 55 سنت، وبالفيديوهات الماضية اتكلمنا شباب قلنا بعملة الريبل على وشك حركة ضخمة. بالضبط كانت الحركة للأسفل هو عبارة عن حوت باع 59 مليون. قطعة من عملة الريبل. العملة شباب عمال بتمر بتقلبات سعرية، أشخاص رجحوا هاي الكمية إلى مالكين العملة. لذلك صديقي بتمنى منك تنتظر مناطق الدعم المناسبة حتى تستثمر بعملة الريبل، عملة ذات مشروع ناجح أيضا مستقبل مشرق. لكن الآن خسرنا منطقة الدعم. أنا منتظر العملة عند منطقة الخمسين سنت، أيضا منطقة التعزيز هي الخمسة وأربعين سنت. إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة وصفقات مجانية بسوق الفوركس، ما عليك صديقي إلا تنضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. ولا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، وشكرا لكل داعمين بقناة عالم العملات الرقمية.